قبل ما نختم استاذ حنان منصور رئيس مجلس اداره الهيئه عايز اشوفك. لكن انا بدعوكم ان شاء الله جميعا يوم الاثنين القادم ليله جديده من ليالي السرد العربي لكاتبه يمنيه اسمها الاستاذه سعاد كده بيستحقوا الحب. ان شاء الله نلقاكم على خير يوم الاثنين القادم باذن الله. شكرا. اللي هيكتب معانا ده هو الاستاذ محمد نشوفه. اخر حاجه ممكن اقول لك هذه الليله انه الكلام المهم رجال، لكن الكلام الاهم هو مش هنعرف نقوله لان احنا مش هنعرف نعبر عن مدى امتناننا وتقديرنا واحترامنا لحضراتكم ولحضوركم. اخر جمله ممكن اقولها في هذه الليله ان هذه الروايه لن تطبع. هذه الرواية لن تطبع لأني أعتقد أن هذه الرواية ينقصها الكثير. هذه الرواية لدي ما أقوله فيها. أستاذي الدكتور حسام، أستاذي الدكتور محمد عليوة قال في هذه الرواية الكثير أشكرهما عليه، ولكن دعوني أعترف أن لكل كلمة قالاها ثقل كبير، لكل كلمة قالاها احترام كبير. احتراما لهذين العلمين الكبيرين لن تطبع هذه الرواية حتى تليق وان تكون بين يدينا. شكرا.